حاسة انه يعني من خلال المبادرة دي الاستجابة كانت عاملة ازاي تحديدا في مناطق الصعيد او في قنا، سواء بقى من الاهالي نفسهم او من البنات؟ في الاول احنا اصلا يعني اغلب شغلنا هو شغل اونلاين، بس يعني احيانا لما كانت بتتاح لينا ان احنا نعمل توثيق مع البنات او جلسات حكي او ان احنا نعرض مثلا افلام عملوها البنات وكده، يعني كان رد الفعل الاول ان الناس ما كانتش فاهمه احنا بنعمل ايه، وكانت فاهمه فاكره ان احنا بندعو البنات اللي هم يعني يتمردوا ويطلعوا عن بالظبط عن العادات والتقاليد والقوالب المجتمعيه اللي حاططها المجتمع. ففي الاول طبعا حصل فيه هجوم وحصل فيه نوع من عدم التفاهم كده يعني. بالظبط لكن بعد كده لما ابتدينا نشتغل بشكل منظم اكتر، اشتغلنا على كذا حمله، الموضوع ابتدى على الاقل بالنسبه لنا احنا ابتدى يوضح اكتر، وانه لا يعني من حاليا السنه دي مثلا في 2021 مختلف عن 2015 و16 يعني في اختلاف بصراحه، والاستجابه اصلا يعني نفسها بتختلف. استجابه البنات اصلا للقضايا اللي هي تهمهم في الاساس برضو مختلف، فده يعني غير طبعا.